طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أيها الأخوة الكرام، أسعد الله مساءكم بالصحة والعافية. في الحقيقة ما عندنا وقت نتحدث في كثير، لكن عايز أتحدث في 3-4-5 نقاط أو أقل. أول حاجة قبل أن نبدأ نقول الرحمة المغفرة لكل شهداءنا في القوات المسلحة وفي كل صفوف المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله من أجل عرضهم وأرضهم. فالنصر حليف القوات المسلحة مهما طال الزمن بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحى المصابين. فداري أتحدث في بعض النقاط. أول حاجة في موضوع كوبري شامبات، الذي داري كحلة أمل عام عينه. طبعا الناس ما عارفين أن الدعم السريع هو ثقافته أصلا السرقة، عنده الواحد لو ما سرق ما راجل، لو ما زنى ما راجل، لو ما اغتصب ما راجل. دي ثقافتهم، يعني دي ثقافة هؤلاء الأعراب. وأنا لا أقول الدعم السريع ذاته لأن الاسم خسارة فيهم، هؤلاء الأعراب المنافقون المرتزقة. طيب، الكلام ده أنا عارفه مر ما بعيد ناس كثير جدا، ولما نقول الكلام ده هم عرفوني لأني عشت معهم في كل أنواع الظروف اللي هم عاشوها. أنا عشت معهم وأعرفهم وأعرف تخطيطهم وأعرف خططهم وأعرف فهمهم وتفكيرهم وداري يعملوا شنو هدفهم شنو عارف. الناس دي الآن سايقينهم بالخلق، أسرة آلي دقلو والأحزاب واليساريين والكلام الفارغ ده سايقهم بالخلق. يعني الآن بيقتل فيهم فطايس للأسف الشديد. يا ريت لو كان موت الشهداء، منيت موتهم ده كان يكون موت شهداء، موت معتدين، موت مجرمين، موت حرامية، موت غازين، موت يعني تشوفه يقول لك يعني احنا بنموت شهداء. ما في شهادة، الدليل معروف لديكم، ما محتاج لتفسير. طيب، خلونا نتكلم في كوبري شامبات. شوف، دار أقول لكم حاجة، ميليشيات الأعراب الدعم السريع المرتزقة، شفتوا الكباري دي كلها لو اتدمرت أو لو دمرتوها ما بتسوي صرخة بنت اقتصدتموها. فهمتوا؟ يعني أي مغر بتاع فيه دعم سريع، فيه ميليشيا، سواء كان احتياط مركزي سواء كان اي معسكر، يجب ان يدك ان يبهد. سياسة الارض المحروقة، ما ترحموا الاخوة في القوات المسلحة، الاخوة المعنيين، ما ترحموا، ابيدوهم تماما، هم وارضهم. اذا كان في الاحتياط المركزي دايرينه رملة، اي موقع من مواقعهم احنا محتاجينه رملة، ما محتاجين لبنية تحتية ولا محتاجين لتنظير وفلسفة. خلاص، في لاعبين جدد نزلوا الميدان. اخواننا في الدعم السريع نبهناكم وحذرناكم انكم انسحبوا، اطلعوا راكبين راس، لانه الجهل، الجهل مسيطر على عقولكم، وربنا حكم لكم ان تموتوا فطايس. فنصيحتي لكم انسحبوا، اي محاوله لضرب اي كبر من الكباري حتوديكم ولا الحلاك. اتمنى من الاخوه يشيروا، لانه الشير ضعيف الرساله. الآن العمليات تسير بخطط ثابتة والمنتصر فيها جيش. ما تضيع وقتكم، سلموا أسلحتكم وانسحبوا تخارجوا أي محل، سواء كان سجن سوبة، سواء كان المزارع بتاعة الاحتياط المركزي، سواء كان الاحتياط المركزي في نفسه، سواء كان أقسام الشرطة اللي انتوا فيها، سواء كان المناطق الملحة اللي انتوا فيها، سواء كان أي موقع من المواقع. الآن سوف يتم معه بالمعامل بسياسة الأرض المحروقة. خلاص، الناس طفح الكيل والصبر. كانت الجيش بيتعامل معاكم مديكم فرصة عسى ولعل أن توعوا وتعقلوا، لكن لا، بالعكس جاكم الغرور والتكبر وإن شفتوا نفسكم إنكم رجال في الرأس. الآن سياسة الأرض المحروقة حتطبق فيكم. إذا دمرتم الكباري كلها حتدمروا أنفسكم، وإذا سياسة الأرض المحروقة حتطيركم، لأنه بعد ده ما في ذول محتاج لكم. يعني قنعوا منكم الشعب السادات، قنع منكم. يعني تخيل مليش تستعين بزي واحد اسمه الربيع، بالله نشوفه زول في نفسه ما راجل، تستعينه من النشطاء ان تجيبه يتحدث باسمه. ده الفشل في حد ذاته. مليشيا قيادتها نشطاء للاسف الشديد، وفي النشطاء لا يسوى شيء امام المجتمع السوداني. فنتمنى من الجميع يشير هذه الرساله وخلوها تصل اي مكان. فكوبري شامبات بالنسبه لكم انتوا اذيتوا نفسكم بنفسكم، وفيكم ناس نعرفهم جيدا، قلنا لهم 100,000 مرة يا أخوة انسحبوا. الموت اللي انتوا متوه فقدتوه أخوانكم حتفقدوا في الأيام الجاية موت عمركم ما شفتوه. شفتوا المعركة بتاع طرابلس
وش كشفتوها الآن حتتطبق فيكم آلاف مرات. يعني قنقر حتمرقوا جيري الرجال كده حمرة عين، مش انتوا قلتوا رجال في الراس رجال حمرة عين، حتمرقوا من الخرطوم. أحسن تمرقوا بالتي أحسن وتحافظوا على ما تبقى من أخوانكم. الكلام اللي أنا قاعد أقوله ده بيحصل في الميدان. والآن الجيش ما بنضم كثير، الجيش ما محتاج لإعلام، الجيش إعلامه فعل، عينك فوق وتركب فوق، ما محتاج لتبريرات يبرر إنه نحن انتصرنا ونحن استلمنا ونحن فعلنا. لا، الجيش نظامه إنه نحن قتلنا، أيوة تقرير يجي إنه الناس ماتوا موت بس. فعشان كده نصحتكم ما في الكفاية، وفيكم من يتابعني الآن، أراكم متابعني في هذا التسجيل، يجب عليكم أن سلموا ورقه أو انسحبوا، لأن الخرطوم ما عادت صالحة لوجودكم. البنية التحتية اللي انتوا فيها دي حتدمر فرسينكم، حتدك. احسبوا من الآن، أنا من ملاي كم يوم ظهرت؟ أسبوعين مش كده؟ الأسبوعين دي الساحة في الميدان في تغيير مش كده؟ الشغل بقى شغل تاني. فبنصح إخواننا في الدعم السريع للمرة الأخيرة، إن آن الأوان لانسحابه. خرطوم دي لو ما مرقتوا منها ميتين ميتين. بدل تموتوا فطايس اعتديتوا على حقوق الناس وشلتوه ولسه طمعانين تموتوا فطايس، احسن انسحبوا وتوبوا لله وامشوا. ما تسمعوا لي كلام السكرجيه، ناس جالحه سكران 24 ساعه وقيادتهم السكرجيه البر الشبكه ديل، وناس شريه وغرب النوير، كلهم ناس سكرجيه بنعرفهم حق المعرفه انا، وناس بنجو. ما تسمعوا خطاباتهم دي، ناس كلهم مساطيل بالسطل وبيجي يقول لكم اقعد تبطال وحتحكم وحتعوا، وابوكم حميتي محتي حاسين شنو تاني. فيا ريت ان توعوا، الكلام اللي قاعد اقوله ده يا ريت يا ريت ان توعوا، يا ريت عقلاءكم ان يوعوا. والله صدقوني انتوا خلاص امركم قطع خلاص. يعني ما تفتكروا اي موقع انتوا احتليتوا الحكومه حتتعاطف فيه وحترحموا، لا لا، انتوا ضربتوا كوبري مش كده، لكن الحكومه الان حتضرب شنو؟ اي موقع انتوا حتدكوا. اي موقع لو يحرق الف طياره يسقطن، المواقع اللي فيها حتتبات، شفتوا شدر شدرة، خندق خندق، أوضة أوضة، حيطة حيطة، يعني ما دايرين أي بنية تحتية موجود فيها دعم سريع، لا دايرين مخرج احتياط مركزي، لا دايرين مزرعة، لا دايرين سجن. حتى الأسرى اللي أنتم موجودين معاكم دي يجب أن يلحقوكم. فداء للسودان ومصير الأمة. مليون مواطن عادي، المواطن قال أنا كمت مليون، السودان دي يسلم لأولادي ما عندي مشكلة. شوفوكم بلد تاني. مشكلتكم راكبين راس، مشكلتكم بدوكم حبوب، مشكلتكم استعنتوا بالحرامية المرتزقة يعني من دول الجوار. ديل الآن عيال دقلوا كلهم سحبوا أولادهم ومرقوا فاتوا فاتوا خلاص، المشي كات كات والرقم مشى برا مشى. لكن انتوا الآن وقود الحرب ورطوكم في حرب. والله نصيحة لكم، ارفعوا يديكم وسلموا للقوات المسلحة. القوات المسلحة ما محتاجة لإعلام، انتوا الكذاب قالوا الصفيح الفارغ اكثر ضجيجه. انتوا لانكم مهزومين محتاجين تجيبوا مبررات بالاعلام وانكم انتظرتوا. اذا انتوا ما فشلتوا بتستعينوا بواحد زي ربيع، انا ما بعرف يتلفظ الفاظ بزيه دي المشكله، لكن لا استطيع، مفترض ما اذكره حتى في لساني لانه لا يستحق ان يذكره في لساني، لا ليش في شيء. فده في حد ذاته فشل لكم. فنصيحه لكم، اذا سمعتوا كان عبد الرحيم دقلو ونشطاء الدعم السريع وخوازي والمجرمين والعملاء اللي بينفذ اجندات خارجيه، والله مهزومين. ما تعجبكم شتيتكم في الوديان وفي الاشجار وفي بعض الولايات، لا، انتوا تهزمتوا 7 شهور الشهر الثامن ما قادرين تحكموا، فشلتوا. لما تنتهي الخرطوم المعركه جاياكم هناك، حتدكوا في دارفور اي محل. الفرقه دي انتظروا الفرقه اللي انتوا قاعدين فيها دي، والله لا تمرقوا منها، كلها حتتساوى مع الارض. طين اسمنتي يبنى ويجي زي ما جابوه قبل اليوم بيجي تاني. اصلكم ما تفرحوا من قضاءكم، بتفرحوا بالموقع اللي انتوا دخلتوه. وما تعرفوا الموقع ده انتوا دخلتوه ده شنو؟ اي حته انتوا دخلتوها الان امركم مقضي فيها، ما تتعبوا نفسكم. فعشان كده رسالتي لكم، انسحبوا في الخرطوم. اخونا يعقوب عبد الكريم في سجن سوبر الان عنده قوه هناك موجوده، انسحب. اخونا عبد الله حسين في الاحتياط المركزي، نصيحه لك انسحب. دي من باب الخو والعيش الملح اللي كان بيناتنا، انسحبوا. سلموا سلاحكم وابقوا مارقين.
اخونا كيكل الغاشينك بينفذوا بيك اجندات بيغتصبوا بيك اهلك وبيسرقوا بيك ثروه بلدك وبيهددوك وغاشينك انه انت حتحكم. انت يا اخوي كلك قاعد لك في رقعه جغرافيه متبع محل ما تمشي، الناس ما فاضيه لك لانك لا تسوي شيء، ما تعجبك الارتكازات الوهميه دي، اخذي بقرة بتخليها تمشي. عشان كده انا عندك فرصه تاريخيه انت والبيش يسلموا للقوات المسلحه. اخواننا ناس ادم عثمان وموسى الغالي وناس قجة والجماعة اللي أنا بعرفكم بالله يسلموا سلاحكم ونبقوا مارقين، والله يصدقوني المعركة اتحسمت في الخرطوم. مش كان مشيتوا كبر الحديد، مش كان مشيتوا جبل أولياء الخزان، مش كان مشيتوا كل الكباري، ها يجب أن تدمر، دمروها كل ما تضربوا محل أنتوا الخسرانين، كل ما تضربوا محل أنتوا بتساعدوا القوات المسلحة، كل ما تيجي تمسكوا كوبري كان ضربتوا انتوا ولا ضربوا عدوكم الذي تعرفونه انتم، فانتم الخسرانين بكل الحالات، انتم خسرتوا الخرطوم. احسن تنسحبوا اقلها سلموا او انسحبوا، لكن وجودكم في الخرطوم هلاك مهلكه لكم. نعم ما في فرق تحصوا عدد موتاكم لانه البلد ثقيل، حريق ثقيل، ما في رحمه، خلاص زمن الصبر انتهى، طفح الكيل والناس وصلت مرحلة خلاص. أما الأيام جاء الخرطوم دي حتقفل كده، الجوة جوة والبرة برة، ديك لفية تدمير كباري لفية تدمير. حتى بيوت الناس اللي انتوا فيها الحمد لله أصحاب البيوت أدوا الإحداثيات للمطفعية، أي بيت فيه دعم سريع الآن قاعد فيه كان في كافوري، كان في مدرمانات، كان في الخرطوم، إحداثياته الآن جت. يعني البيت دي قال أهلها قالوا إحنا ما دايرينها، دكوها طالما فيها ميليشيات مغتصبة لأرضنا ومغتصبة لأرضنا ولأموالنا فدكوها. فالتحية من هنا لكل الأسر التي رسلت إحداثيات منازلها للجهات المختصة للتعامل مع هذا المرتزق والميليشيات. فبنصحكم نصيحة أخيرة، أسحبوا جهلاءكم، أسحبوا الأغبياء المتهورين، وين ناس اسم نودة النشطاء اللي كانوا بتاع الدعم السريع في الخرطوم، وين سفيان انجغم؟ وين نشطاءكم؟ وين المكب وشوتان انجغم؟ وين الناس انجغموا لانهم فزوا؟ عرفوا اخوانهم انجغموا فزوا، فوق وين الناس البغاله؟ انفزوا كلهم مشوا دارفور، خلاص يقول الخرطوم ما فيها مصلحه، الفين خرطوم ده ضحيه، ده وقود النار الحقيقي، ده خلوه ضحيه، احسن توعوا تنسحبوا، دي نصيحتي لكم، الناس ده خلاص كلهم لاحظتوهم. كله ما انا بعرف مسمياتهم زي الحفر دي، بس ما سمعت ناسكم زي الحفر الاعلاميين دي، الدق ما كتر والحريق كتر كله من سحب. فيا ريت المتابعين ان يشيروا هذه الرساله، ان لا تحتكموا الرساله في هذا المكان. ودي رسالتي لكم الاخيره، والله الايام الجايه عصيبه، لانه تحدثت قبل 5 يوم و6 يوم قلت لكم الايام الجايه عصيبه عليكم، فما صدقتوا، براكم شفتوا بعينكم ولا لسه قدرت اشوف؟ انتوا راكبين راس، لأن ربنا قال إن الصم والبكم من علم الله فيهم خير لكان أسمعهم، فلو ربنا علم أنتم فيكم خير كان أبصركم وراكم الحقيقة حتى انسحبت وسلمت أنفسكم. فشغلت أنا والحكامة، لأن أنا عارف الحكامة كان راجل هناك بتقول لك أنت ما راجل يا أخوي، أنت تقول لك الحكامة راجل ولا تمشي تموت في الدنيا فطيس وتمشي لله يحرقك بالنار، يا تختار ركب من تسمع كلام نسوانكم اللي بيقول لكم أنتوا اللي جيتوا خليتوا الحد دي ما رجال، ها انتوا مقرضنا كل حكاماتكم ده، يعني زول ما بهوش الا في حفله نسوان وكتار، ده ما راجل اصلا، هو ما بهوش في حفله الا حريم وكتار، عفوا يعني انتوا الان ثقافتكم الحكامه لو قالت كلمه ولا زغرطت تموت موت الضان، فده جهل غباء، دي في حد ذاتها هزيمه لكم، لانه الراجل ما بهوش في الحفله اللي فيها نسوان، الراجل بهوش في الحفله محل القسطير بيشتغل، محل البن بيشتغل، مش انت تيجي تهجموا وتفروا وتهربوا. انتوا الان عندكم العلم مستخدمين سياسه الهجوم، فاكرين الجيش ذخيرته بتنفذ؟ لا لا حلوين، اهجموا زي ما دايرين، مين تهجم؟ الف تعالوا بس جيبوا بس، لكن الايام الجايه بنقطع لكم خطوط امدادكم كلها، كل خطوط امدادكم برا الخرطوم حتنقطع، عارفين انها بتجي وين، وعارفين انكم تدخلوا وين، وحتى الجماعه اللي بيدربون في افريقيا بحدود افريقيا عارفينهم، الجماعه اللي بيدربون في المسيرة عارفينهم، الجماعه اللي بيدربوا في الزرق عارفينهم، الجماعه اللي بيدربون في معسكر حمرة الشيخ ذاته 150 عسكري عارفينهم، يعني نحن في محلات ما بنصلها لانه ما فاضي لها، ولا بنخسر فيها متحركات، ولا بنخسر فيها قوه، براكم بيدربون بيجيبون بينجبوا، يعني فهمتوا؟ الخرطوم دي حتبقى مغبره الغزاة. أحسن تحترموا أنفسكم وتسحبوا أبنائكم، أنقذوا ما تبقى من أبنائكم، وإلا متم وتضان
فلا أريد أن أشق عليكم في التسجيل لأنه لم يعد لدينا وقت للتسجيلات أو كلام كثير. الأمر حسم والمعركة حسمت لصالح القوات المسلحة للشعب السوداني، فأنا أبارك النصر للشعب السوداني. أما وجودكم أنتوا شايفين إنه نحن هنا موجودين وموجودين كده، أطلع أتحداكم، أنتم محاضرين بتقولوا إحنا محاضرين، لكن أنتم المحاضرين، أتحداكم تطلعوا. أما بواباتكم الخاطئين هنا هنا هنا، البوابات بتاعت النهب والقلع والنهب اللي بتنهب المواطن، المواطن كان جاكم بعربية دارب شدة تشيلوا منه 50,000 عشان توصلوه. الحمد لله الأخ عبد الله حسين قاعد يتابع هذا الفيديو، والأخ عبد الكريم أخو شقيقه برضه بتابع هذا الفيديو، فأنتم ناس أخواننا ونصحناكم، لكن راكبين راسكم، راكبين راسكم. شنو قال؟ وان عجبتكم كثرتكم، انتوا عجبتكم كثرتكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بنصر الباطل. اذا كنتم انتوا على حق فقياداتكم لست على حق، خلاص الناس فشلت، لكن لا زال بصبروكم وبالمحاور الامارات والشيطنه السياسيين والقيادة عبد الرحيم دقلو والقيادة المقربة منه اللي هي العميلة، بتقول لكم مصر حليفنا وحنحكم السودان. والله انت يا اخونا عبد الله وغيرك قدتوا عمليات في ليبيا شفتوها براكم، الهزيمة بتيجي كيف؟ ما بالكثرة، بتمشوا الاف سيارات في النهاية بتهزموا طيران وش كذا، بدقكم طياري واحد بيسبق العربية زهر. فاذا يا اخوي الان في لاعبين جدد في الميدان، خطة القتال ذاتها اتغيرت، يعني ما زي قتالكم اللي انتم بتيجوا تهجموا، الان شغل بقى يهجم، بدل انتم تهجموا بالتفافاتكم وبكثافه نيرانكم الان بتلقوا شغل ثاني. الان الناس استخدمت الخطه ب، يعني شو بتعرف الخطه ب في الجيش؟ فالخطه ب دي خطه، يعني خطه ما فيها رحمه. الخطه ب دي الذكي فيكم بينسحب. ما انت ما تقول، انت لو اصلا بتنتصر ما كان قعدت في الخرطوم 7 شهور ولا زال ما قدرت تقعد حكومتك، اذا انت هنا اتهزمت. فكر كويس، عندك 7 شهور في الخرطوم، معناته شنو؟ كل يوم عددك ناقص، وكل يوم فاقد ميتين، وكل يوم فاقد عربات، مش كده؟ اصلك ما ربحت في المعركه دي، وما في سلام، عشان ما تغش نفسك، جده دي ما تجيب لكم سلام، لانه ما ممكن احنا نعمل سلام مع دوله هي بتدعم العدو مباشر. فنصيحه لكم، الحقوا ابنائكم، انتوا رب انتوا ما تكونوا جلاليد واشقياء، الله ما كتب لكم تموتوا كده، تموتوا فطايس. يا اخي امشوا لاولادكم عصا والله ربنا احد يكون يزوج الشهاده. سرقتوا ما في الكفايه، قتلتوا ما في الكفايه، خلاص ولا لسه؟ فدي نصيحتي لكم. شايف اخونا عبد الله حسين بيتابع في اللايف، وشايف عبد الكريم وكتاب بيتابع ذكرته في اللايف، نصيحتي لكم نصيحه اخو تعرفونه جيدا من قرب. الحديث اللي قاعد اقوله ده ما حديث بيجي من عندي، وتذكروا الكلام اللي قلته كلكم في الميادين هناك، انه حصل بالحرف قبل سنتين 2020 او 3 سنة، تحدثت بانه حميتي حيقدر، لان اللي بيقولوا حميتي ما من فراغ، ما الكلام ده بيجي من صدفه، دي نيه الحرب، حكيتها ووضحتها وفصلتها وموجوده في اليوتيوب، فقلت لك كذب، لكن حصلت الان. وهسي بنبئكم باللي بيحصل لكم يا اخواننا في الدعم السريع، قسما بالله اذ لم تنسحبوا من الخرطوم والله لعبد الله حسين يمرق، والله يوجعني موتكم حقيقه، انه اعرفكم قبل اليوم، لكن حتبقى لكم مقبره ما بعديها مقبره. انتوا هسه مطمئنين قاعدين في الاحتياط المركزي مش كده؟ وقاعدين يجزوا في اليرموك مطمئنين، قلت ما في زول بسالكم، والله المحلات دي شايفينها في قرارات اصدرت وفي خطه الان بدات، تلقوا نفسكم بس مساويين مع الارض. الكلام ده ما تهديد، الكلام ده ما بنرهبكم، انا بقول لكم حقيقه، يعني شوفوا انتوا تابعوا كلام قاعد اقول لكم قبل اليوم والان، الان كله حصل. هسي في خطه جديده، في لاعبين جدد في الميدان، فانتوا اخوان لي وعزيزين علي، انا بنصحكم، الواحد ما عيب، ما جبان، فراس عارفين لكم، لكن قالوا شنو؟ الفارس الغبي بيضيع وتضيع الناس معه. فانت الان ما عندك حل. انك تنضم لقواتك المسلحه عادي، داير شنو؟ داير اللواء، انا تعال تلقاه في القوات المسلحه. هسه بقوتك انت انضميت للقوات بتلقى لواء. دار حكم بتحكم، داير مال بتلقاه. بدون قتل، بدون تموت، بدون تفقد رجال، بدون انت ذاتك تتجهجه. ها؟ وتنقذ اهلك وتنقذ ما تبقى منك، لكن لما تجي تقاتل بتروح فيها ساكت، تموت فطيس وتفقد اهلك وتقتل اولاد اهلك وتضيع مستقبل اهلك وتضيع اقتصاد بلدك.
انتوا الان كلكم بتقاتلوا وحمدتي بدكم شنو؟ بدكم الحكومه السوداء؟ ما بدكم يعني. افضل رحم دقلو بدكم الحكومه السوداء؟ اي لواء خاله بعد شوية تعالوا قالوا يا منظمين في الجيش افضل لكم تكونوا لواء خاله ومطاردين، انتوا اللي نومكم مشرد. قالوا في الجيش بتنوموا مطمئنين والله. زول بسالكم ما في القرار، لكن طالما انتوا الان متمردين وشايفين الوضع ما تطمئنوا. البيوت اللي قاعدين فيها كل احداثياتها موجوده، لكن الدوله بتشتغل بخطه ثابته وبسياسه النفس الطويل. يعني انا داير اكثر كميه داخلين الخرطوم عشان نقرضهم، لانه الهدف من قريب الضربه غاضيه قويه. بندق ده بتأذي الإنسان، لكن لما تضربه هذا بعيد بتجيه باردة. فإذا كل ما يقربوك يا أخي الكريم في الدعم السريع أنت ما منتصر. فأنا بنصحك كل المواقع اللي أنتوا قعدتوا فيها الآن استلمتوها أفضل أن تنسحبوا منها. في حليب حيجي ينزل في المواقع دي شفتوا حيساويها، في حليب وباسطة شغال الآن. فعشان كده أنا رسالتي ونصيحتي لكم جميعا، ونصيحتي دي مرة، الجاهل ما بيعرفها لكن العاقل عبد الله حسين ذو العاقل بيفهم الرسالة اللي قاعد أقولها. كيكة ذاته هو جاهل وعاقل بيفهم الرسالة مع البيش. كلكم الأخوة إلا ناس قد جبهة أحرار تشاد وجاي من تشاد دي ممكن رسالتي ما يفهمها، لأنه دي جابتهم عيط وجابتهم غناية. الآن مرتبات بقت ما في، أسمعوا كلامي ما تقول لي الجيش منين مرتب، ما صبروا صافي قروش ما في جوال منين. الإمارات ذات هلكت حركات حرب، اليمن حركات حرب، ليبيا حركات حتى فعيلة. الآن بيوعدوكم أصبروا بندوكم يسألوكم مرتبات ما في، أهلكم الجوع قتلوا، البنية التحتية دمرت، الدنيا كلها انتهت، ولسه بيوهموكم بأنكم حتحكموا. أنتوا عارفين الخرطوة ده تحكموا دي نحن مستعدين نمسحها نساويها، تبقى أرض زراعية بس لأنها قريبة البحر. دول تاني داير ما في، حتى أهالي ذاتهم ما دايرنا عشان ما تغشوا نفسكم وتجي تمسكوا لكم في بيوت ناس وحق ناس وتفتخروا وتقولوا ان احنا سيطرنا وان احنا حكمنا. حكم لكم ما في، احداثياتكم كلها قاعده، كلها هذه كلها احداثياتكم هذه في سوريا دي. كل الاحداثيات جاتنا وشغالين ان احنا ما قاعدين سهل. فعشان كده نحن ابتسامتنا دي يعني الانسان لما يبتسم لك معناه تفوق واثق من نفسه. والكلام اللي بقوله انا واثق في نفسي هل بيحصل ويحصل؟ فسجلوه عندكم في مدوناتكم من الان. هل الايام الجايه في تغيير في ميدان العمليات ولا لا؟ في شغل ثاني. اقول لكم حاجه، امشوا تجمعوا كلكم 20,000 تويوتا تجمعوا كروزر، 20,000 مقاتل تجمعوا وتعالوا اغزوا الكبار بكم بالكبري. مهزومين مهزومين. أحسن تحافظوا على ما تبقى منكم وانسحبوا أو سلموا أنفسكم للقوات المسلحة، تجدوا الكرم وتجدوا الأخلاق وتجدوا التقييم. وإلا بكيتم كالنساء على نفس وعرض وأرض لم تحافظوا عليك الرجال. فنحن ما بننتقم من النساء كما انتقمتم أنتم من النساء الجلابة كما تقولوا أو الشماليين، لأنه دي حرب بتاعت انتقام، حرب بدون شيء، حرب مجهولة لا شيء، تقاتلوا من اجل لا شيء. الغنائم انتهت وكذابين ما بتقدروا تاخذوا خطوه لحته ثانيه. وعارفين الان عندكم صحاليك شماشه في اتجاه الجزيره بيسووا في اتجاه الجزيره ودارين يحاولوا يسيطروا على الجزيره ونشر الناس، كلهم عارفين انهم المتحركين في الجزيره، المتحركين في اتجاه النيل الابيض، كلهم عارفين انهم بالنم. لكن نخلي الجغمه لما نجي قريب وتجغموا، لكن من بعيد ما تخسر ولا تخسر في عربيه. فالقوات المسلحه بدت الخطه باء وشغاله بخطه ثابته وما دار اعلام ولا دار نظم نظامه، بس امسح تلقى اخوك ميت، تلقى زيك انت والثنائي 23 و14 نظم مدفع، بس انتهى الامر. شنو؟ والله دقاك اخوك انتهى الامر. دمروا البنيه التحتيه، دمروا كل شيء، ده تدمره. فعشان كده نحن حديث كثير ما عندنا ثاني، وبنبهكم وبنذكركم ان تنقذوا نفسكم ليس الا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وربنا ان شاء الله يهديكم ويبعدكم. الخرطوم اصبحت غير صالحه يا اخوي عبد الله حسين. اسمع كلامي، ارجع عند الفرسان عسى ولعل ان تلقى لك فرقه هناك. وفي حرب حتبدا في دارفور، عند الحرب لم تقف هنا. في حرب حتبدا في دارفور، وفي حرب حتبدا في تشاد، وفي حرب حتبدا في مكانات ثانيه انتوا لا عارفينها. الشغل ده كله مخطط ليه، وكل ساعه تجي زمان يجي تبدا الشغل حقها. فعشان كده اسحبوا وامشوا اولادكم. انتوا الله ما كتب لكم شيء، لكن كتبتوها براكم لانفسكم. يعني اسمعوا لي تعليمات عبد الرحيم دقلو والقياده بتاعت الدعم السريع الفاشله
اللي هي لو القيادة ما كان فاشلة كان حكمت السودان بهذا الغوة. الغوة اللي رحمت اللي عندنا كان حكمت بها السودان. فأول حاجة قائدك عشان يكون فاشل، تعرفه فاشل، شوف عندكم كم شهر إدارة عمليات مجهولة، الناس بتموت مجهولة، الناس خسرانة كل يوم خسارة بعد خسارة وما في فايدة. ما الفائدة؟ نيالة فايدة؟ الجنينة فايدة؟ الضعيم ما فايدة. الجيش موجود ما تفرحوا، أصل الجيش أداكم نفس، يعني قال لكم تعالوا خشوا أداكم نفس تنسحبوا تاخذوا راحتكم شوية، لأنه جيش كويس بارك الله في عنده رحمة. بعد ده كله بينظر لكم لأنه بينكم وبينكم عمل في عدة عمليات، إذا كنتوا في صفوف أمامية وكلكم مع بعض. فالآن الجيش خلاص وصل لحد وسكر الباب تاني، ما في دخول خروج، بس تمشي لا الله طوالي. عشان كده يا أخوي كلكم جميعكم أنا بقول لكم وأنا بترحم عليكم الآن، الله غاية الله يرحمكم ويغفر لكم إذا سكرتوا دماغكم وقويتوا رسينكم وركبتوا رسينكم والآن بتتعاملوا بركوب الراس، فانتم خسرانين وكل يوم حتموت. والخرطوم انتصرت ضدكم، المعركه قد هزمت. قلنا لكم الكلام ده ليه ما بتصدقوه؟ دارين تصدقوه ولا لسه دارين شغل بتاع الجبل الاولى؟ اللي بتجي تهجموا بالاف، انتم عارفين الجيش مستعد يتصدى لمعركه باقل من تكلفه 5%، انتم بتجي تهجموا معركه انتصروا عليها بتريليون في المية، تريليون في المية، بتجي بكل قواتكم تهدي ومغة تسيطر عليه. الشغل ما بالكثرة، الشغل بالعقل، الشغل بالحكمة، الشغل بالمنطق، الشغل بالخبرة، الشغل بالدراية، الشغل بالخطة الثابتة. انتوا الان قتالكم بدون خطة، يعني دخلتوا لكم في محل اتورطتوا في اليرموك، اليرموك ده الجيش ما عارف يساوي بكم، في قنابل لو رمى خلاص انتهى الامر، اليرموك والله ضبان ما طلع منه، الاحتياط المركزي ما قارب يسوي بكم، لكن الوقت غير متخلي يساويكم برا برا، عسى ولعل ينتصر الجيش فيكم قبل ما يدمر الاحتياط المركزي. فدي كلها خطط انتم بتعرفوها. فعشان كده انا بنصحكم البلقى طريقه بس يولع سيارته يبقى مارق يتخارج يا اخوي. والله شفتوا الارتكازات المارقه من محل انتم قاعدين ده ليه دارفور وطريق بارده قريب ينجغل اشيله، وحتموتوا فطايس كلكم الان حتموتوا فطايس، يا ريت لو بتموتوا شهداء. لانكم شوفوا العيب، سرقه، نهب، اغتصاب، تدمير بنية، دمرتوا البنيه التحتيه، دارين تحكموا شنو؟ كده فلنفترض ادوكم الحكم، دمرتوا كل البنيه التحتيه، حتبنوا للمواطن ده من وين؟ انتوا ضد المواطن، عندكم العلم بس المواطن اللي هو ماشي راكب مواصلات بس عشان يصل كوسي او عشان يصل الغرب بتدفعوا كم؟ كل بوابه بيشيل من المواطن مسكين 50,000، المواطن ما قادر يوعى غرامة 50,000 عشان يوصلوك. هل في عهد الجيش كنت بتدفعوك غرامة زي دي؟ كنت بتصل آمن وبتاكل آمن ومرتاح وبتتعالج، وبالغلط إنك أنت كان أمورك آمنة. الآن من دخلت الميليشيات زعزعت أمنك، دمرت اقتصادك، دمرت بنيتك التحتية، دمرت مصانعك، يعني بتنهب منك غصبا عنك. فأنت يا مواطن أعقل، أخو مواطن في دارفور الآن الحرب اتعكست فيكم. والله يا أخواننا إن ما كربتوا جاشكم ومسكتوا عيالكم ده طهرتوهم المنفلتين في الدعم السريع المعاقين الان جايبين لكم العار وجايبين لكم الدمار دي، والله تبكوا جميعكم. ويتن بالزغرة الحكامات، ويتن امهات الاولاد اللي بياكلوا لكم حرام، انت انجبت وبها رجال كان جابوا الحرام ليك اكلوا ليك وانجبتنا الحرام. ما فيكم يعني الناس المنجبين ده الا ما رحم الله فيهم، معظمنا في الدعم السري ده ما في ذروه حلال، كلهم ما اكلهم حرام واشربهم حرام فالنار اولى بهم. فالكلام ده ما قلته انا، دي افعال ابنائكم. يعني انت الان بتزغرت لوحه عشان مشي سرق لك مال من الخرطوم مش كده؟ وجاب لك عربيه من الخرطوم حقت ناس، وقتل ناس وجابوا الزغرت ليه؟ حكامه. فانت انت اللي ضيعت ابنائك، وفضلوا بسيطين بالمناسبه، حيضيعوا لو تفازعتوا من كل دول الجوار. حتموتوا حكم لكم ما في حلكم واحد، ما في حد مفاوضات، سلموا اسلحتكم للجيش. اي اللي هو يشق في الجيش هو جيش، انا والله دي قوتي ودي جيش وانا جاي مع عسكرات انا ضار ضمانه. الجيش والله جيش كريم، والله الجيش فيه عقل، ناس عندهم حكمه، ما اسمع خطاب مزيف يقول لك الجيش عنصري، والله ما في عنصريه، ما في اي عنصريه، ما في اي تصفيه، ولا في كتل، ولا في مشكله قبليه مع الجيش. الجيش بيتعامل معاك بخطه ثابته وفقا للقانون والقيم والاخلاق.
لكن الاعداء السياسيين بتاع الاحزاب واعداء الجيش واعداء بيجي بيشيطوا الكلام، بيقول لك الجيش لو مسكك بيصفيك، الجيش بقتلك، الجيش بيظلمك، الجيش كذاب، ما في كلام زي ده. والله الجيش لما تجيه بقوتك وتقول انا معك قسم بالله بقيف معك وبغيمك تغيم، يمكن ما بغيم ولا يفجوه ولا فريق قاعد معك طول خدمته. فعشان كده نصحتكم ما في الكفايه، ولا زلت بنصحكم لاني عندي فيكم امل. الاخ عبد الله حسين، الاخ كيكل، الاخ البيش، الاخ ناس ادم عثمان، الاخ ناس موسى الغالي، الاخوه كلكم اللي بتقاتلوا في صفوف الدعم السريع الان الغاشنكم وسايقين لكم بالخلا، وانتوا ادوكم فريق وهمي، فريق خلا، هو فريقكم الحقيقي الخطاله هنا في الدعم السريع ده تطلع حايم بدونه. حميتي ده مات، اما عبد الرحيم ده هذا خطاه ده مرقه، بدل كان قاعد متنعم في كراسي وقاعد في نعم وعايش جو دنيا، الان وين بقى؟ تحت الشجر وتحت الغابات وتحت الطير ورقاد مجهجه، دارين تبقوا زيه؟ متى تفيقوا من هذا الغفله؟ متى تفيقوا من هذا الجهل؟ بتين توعوا؟ بتين تمشوا تحصلوا ابنائكم وتربوهم وتعيشوا؟ انتوا الله كتب لكم الموت والقتل الاباده، في ليبيا قتلوكم ابادوكم الاباده الجد بسبب النهب والسرقه، جيتوا تاني في تشاد بعدوكم، جيتوا دارفور بعدوكم، جيتوا الخرطوم بعدوكم، انتوا ليه ما فيكم عاقل؟ انتوا الله كاتب لكم، ما في حكم بيجي بالاسلوب ده، ما في حكم بيجي بالسرقه وبالنيب والخطر على المواطن، ما في حكم بيجي بالكذب والديمقراطيه المزيفه، ما في حكم بيجيبوا ناشطين منافقين، ما رجال زي ناس ربيع وزي صعاليقه اسمائهم قاعد انساهم انا. ديل ما بيجيبوا حكم، ديل ما بيحكم بلد. انا بنصحكم نصيحه خذوها مني، الجيش ده جيش منظم، جيش عنده خطط ثابته، عنده رؤيه مستقبليه، عنده خطه اسعافيه، عنده استراتيجيه كامله بتاعت مخرج لهذا المعمع في البلد. انتوا المشكله الان استراتيجيتكم خططكم اقتل انهب اقلع قنقر، قنقر ده يا جماعه زمن انتهى، العالم تطور، الناس تقدمت، مستحيل زول الا قبل زول يقاتل جيش وطني والجيش السوداني، والله مهزوم. انت ما تقول الجيش ما داري يهجمك ليه قاعد في سكناته، الجيش لا، الجيش ما داري يخسر فيك حتى. الجيش دايرك انت تجي تندق، تجي بس وتنبلس. اصله ما فاضي لك. الجيش بدوقك بدانات بس. بعد انتهي الخطه بتاعت الدانات انتهت بتجي خطه ثانيه، وفي خطه الف وباء وجيم وكاف وعين وطاء، خطط كلها جاياك يا اخوي. عشان كده انا رسالتي لكم من هذا المكان، او واعقلوا وانظروا لمصالح ابنائكم ومستقبلكم، والا فقدتم ما تبقى منكم. والله حديثي ما قلت هذا الحديث والا شفقان عليكم اخواننا في الدعم السري، والله شفقان عليكم. ليه؟ لانه بيني وبينكم عيش ملح وظلتوا اعدائي، انتوا دعمتم الجيش دعم سريع وانا بقيت في خط الجيش، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. الكلام ده انتوا متابعين هذا كلكم شايفكم اخواننا القيادات في الدعم السريع. الرساله اللي بقولها دي والله رساله اخ، وانتوا تعرفوني اكلت معاكم العيش الملح ورقدت معاكم واشتغلت معاكم في كل الظروف، لا خنتكم لا ازيدكم، وما عمري ما كذبت عليكم، بديكم الحقيقه والحقيقه المره اللي انتوا ما بينا دي هي ها. اديكم مثال، لو كان في نصر اصلا، لو في نصر ما كان انتصر حميتي، لو في نصر ما كان انتصر حميدتي، لو في نصر ما كان انتصر عبد الرحيم دبلو، لو في حكم ما كانك اديته الليل السودان في يدكم. شوفوا المعارك الاولى دي شايفينها، المعارك الاولى ما كسبتوها ثاني ما حتكسبوا معركه، الا مضيع لوقت ومضيع للزمن، وانتوا قاعدين بتجي تقع فيك دانم، بتجي تقع فيك دانم ما بتوديك. انت مشكلتك ما رضي ما قسم الله لك من حرام او سرقه، المهم ما رضي أرضوا بالشيء الله قسمه لكم، وده امتحان. سلموا أنفسكم للجيش وأقيفوا صفواتكم المسلحة، وأنا أظن فيكم بعد الخير الأخوة القيادات الدعم السريع، فيكم قيادات أنا ما أدور أذكرهم، لكن بظن فيكم الخير، توعوا وتدركوا الواقع وتنضموا لقواتكم في القوات المسلحة، وأنتم تعرفون قصدي وماذا أقول، عارف فيكم الناس فيهم خير وأنا بعرفهم جيدا، لكن ما قادرين يستوعبوا الدخول كيف؟ والله القوات المسلحة فاتحة لكم كل أبوابها، ترحب بكم من القرحة. ليه؟ لأنه الخطأ طبيعي، أسهل شيء في الدنيا أنك تغلط، فأنتوا غلطتوا والخطأ ما كان حقكم، خطأ قيادة فاشلة، خطأ بتاع قيادتكم السياسية،
خطبت قيادة بتاع الدعم السريع لها مطامع أسرة محددة، لكن الآن معظم الضباط الذين يقاتلون في الدعم السريع من أبناء هذا السودان هم والله ما كان عندهم النية ذاته، لكن لقوا نفسهم في معمعة بسبب الجهل بتاع قياداتهم. السما فاتشي في فرصة تورو فيها وتدركوا فيها الواقع وتسلموا أنفسكم بغواتكم القاعدة للجيش. أيوة أن إحنا بألويتنا بإمكانياتنا دايريننا الجيش بده كلها غصب عنكم. انت اللي هو في الدعم السريع اللي هو في الجيش مشكله، وين الجيش ذاته فقد رجال محتاج يعوض. الان الرجال اللي ماتوا في الجيش الجيش بيعوضهم، اذا انت جيت سلمتوا سلاحكم وقفتوا مع الجيش بيعوض الجيش بيقف معاكم. ما في لنا ابناء بلد الا زوج ما يبني بلد، كادي ده شيء ثاني، كادي ده مين؟ الكادي الاجنبي المسكوتو ذاته، المسكوتو في الدعم السريع فرمطوه اقتلوه ودوه شيلوا الحديد شيلوا الحاجات، انتوا ابناء وطن ولا باء. الحكم ديتو كان دايرين والله مع الجيش تحكم والله يشيلكم انتو والمعاكم وثاني قدركم وتعالوا. لو قعدتوا في الوطن وقلت بسم الله قسم بالله تحكم البلد دي مع الجيش، تبقوا جيش وطن واحد جيش قوي يبني السودان ده، لكن كركبتوا راسكم وتعاندتوا انتو الخسرانين. كل يوم بتفقدوا في رجالكم، وكل يوم بتموتوا، وكل يوم الهلاك جايكم، وكل يوم الدعم ده مهما استمر مهما الدعم استمر عندكم جاكم الا بهيكم. العدل بيدعمكم الان هو داري يهلككم، دار ينتهي منكم، دار يدمركم. كان الامارات ولا السعوديه ولا كينيا ولا اي دوله ولا الشيطان الرجيم والله دار يهلككم. حرب السودان ما زي حرب ليبيا، السودان ده فيه رجال ما زي الجيش اللي هناك، ما زي الجماعه اللي انتم بتشوفوهم هناك دل. هنا دي حرب ثانيه، البلد دي فيها رجال تقول ارجل منك، البلد دي تواجهت رجال شرسين يعني عندهم غيره على ارضهم وعرضهم، بيقاتلوا من اجل الدفاع عن نفسه وعن عرضه من حقوقه، ما بيمشي بيعتدوا. فبالله انت جاي قاطع لك كم كيلو اسي من دارفور ومن تشاد عشان تقاتل ناس الخرطوم الجلابه مش كده، عشان تسقط الجلابه مش كده. الجلابه لا جت سالوك ولا جه هبشوك ولا جه قالوا لك اظن انا حاكور عندك ولا قالوا لك دايرين منك شيء يا زول. انت يا زول مالك يا زول؟ والله ما بتشوف مصر. عشان كده انا رسالتي لكم في فرصه انا بضمنها لكم، اي زول عنده قوه في الدعم السريع داير ينقذ نفسه وداير في راسه داير وانت داير في راسك فيه، داير تبقى لواء فيه، داير تبقى فريق فيه، داير مال فيه، انت الدوله ممكن تسامح هذا في المال اللي شلته في الدعم السريع. انت تاني تقدر تاكله ده؟ انت بتعيش كم؟ ما بكره بتموت. انت يا اخوي ارض ما قسمه الله لك لا تقتل بعد هذا اليوم والتوبه تجي ما قبلها. ارمي سلاحك يا اخوي وابقى مارق، قال الله قسمه لك ده امشي يا اخوي عيش بابا اولادك. والقوات المسلحة بتسامحه واحد وأهلك بسامحوك، وبتكون أقلها وفرت الأمن والأمان لأهلك، لأنه ما في مليشة عندها رؤية ثابتة. يعني أنا أتحداكم مليشة لا تقولوا مقاتل الجيش دي أتديني رؤية لحكومة جاهزة، وين حجيب لكم ناشطين زي ناصر ربيع حشاك بيمضغ فيش على 1024 ساعة ده أشبه الرجال دي، يجيب لكم زي ناس منهم المسميات الكادية دي، يعني ناس ناشطين الواحد يعني صدقوا ما متجاوز حنجرته هنا. ما عندهم دراية بحكم البلد، ما عندهم دراية بإدارة شؤون البلاد، ما عندهم حنك، ما بيقدروا يقودوا بلد. انت دي يا اخوي ما غنم ده، ما مرحى غنم ده، ما مرحى ابل، دي دولة. دولة غلبت حميتي الزول الرجل اصحاب النفوذ الواسعة والمال وكل مرة في دولة. الدولة فشلت انفلتت من يده. الدولة فشلت وفلتت من يد السياسيين بتاع القحاطة الحرية والتغيير اللي جحر رضوكم وناس ياسر عرمان وكلهم بيقول الآن يتنظروا. الآن ما قدروا عليها يقودوا حروب في الجيش ده 40 عام من الحركة الشعبية واللي حركة الجن فشلوا. انتوا ما حتقدروا تفعلوا شيء. 15 ألف سيارة مسلحة، أكثر من 2 مليون جندي مقاتل بتاع دعم سريع اتكتف من دول الجوار من وين جيتوا تقاتلوا الجيش. حتى الآن أرونا نصركم، ما تيجي تقول لي الجنينة، ما تيجي تقول لي نيالة، ما تيجي تقول لي زالنجي، دي أصلا مناطق الجيش انسحب منها سلم كلها اللي فهم الخطة، يعني ما قال عندك حكمة بقول إذا سلكت طريق آمن فتأكد أنك في كمين، فما تفتكروا أنكم أنتم خلاص سيطرتوا، مواقعكم معروفة، إحداثياتها معروفة، ساعة ساعتين ممكن تبادوا بطيران مسير وانتهى الأمر، لكن الوقت غير مناسب وده ما زمنه. عشان كده انا بنصحكم ما تسمعوا لي كلام الناشطين حقينكم في اوروبا، كلام الناشطين اللي قاعدين بيجوا يكذبوا الناس دي، هوي ناس كبار انجغمت، ناس كبار ماتوا، ناس كتار دمرت، ناس كتار هلكت. احمدوا الله ما اتاكم من حرام وتخارجوا. اي هجوم على اي كوبري انتم خسرانين. نحن والله نقول لك حاجه، قنعنا منكم
وقنعنا من الكباري وقنعنا من أي ذنب عمكم بصفر لهم حتى إن كان أبوي أو أمي قنعنا منهم. يعني شنو بتقاتل الموت قاتلوا مش فراس مش رجال ياخدتوا أرجل منكم ذاته ما في أفرس منكم في الدنيا دي ما في فراس ورجال لكن بتموتوا تموتوا فطايس. عشان كده أنا رسالتي لكم أوعوا وعقلوا أدركوا الخطر إن الأيام المقبلة عليكم جحيم. شفتوا الغيامة ما شفتوها هتشوفوها بيان بالعمل. الجيش ما بنضم، الجيش ما محتاج لإعلام، ما محتاج يبرر للمواطن السوداني أنا عملت وأنا انتصرت. لا لا، الجيش بيحو شغله بنشاف بالعين. الجيش كفاية شغله بيشوفوه إنتوا، شغل الجيش إنتوا بيشوفوه في الميدان جقم كل يوم بتفقدوا إخوانكم وضباطكم والبنبك ما بيجيكم راجع. كفاية ده إعلام الجيش، ما ضروري يبرر للعالم، العالم ما حنستفيد منه حاجة. لكن إنتوا حتثبتوا للمواطن إنه انتصرنا بتتصوروا، ده ما نصر. التصوير واللايفات خمس دقائق دي ما صور، ده ما نصر. النصر انك تكون عاقل واعي وتمشي تنضم لجيشك الوطني. كلنا كنا معارضين الدوله مش كده؟ لكن لما عرفنا الحرب مؤامره ضد الوطن كله اعلنا موقفنا والان موجودين بيناتكم اعلنا موقفنا ما خايفين احنا نموت. لكن ده موقف وطني اخلاقي قيمي ان الوطن يمر بمرحله يتم تدميره وقتله بابناء بيد ابناء الجهلاء. فانا دايركم تكونوا عقلاء تحافظوا على مستقبلكم تورثوا لأجيالكم. والله دارفور دي كان لا قدر الله بس انفصلت تموتوا متضان مع أخوانكم وانتوا عارفين من منهم. دارفور دي ما بيشيل نفرين ني ما بيشيلكم زرق عرب ما بيشيلكم عشان ما تسمعوا الكذب. العرب غدارين عفوا الميليشيات الدعم السريع أنا ما بشمل كل العرب لكن ميليشيات الدعم السريع بالتحديد غدار بحركات غدارين. يعني الزرقاء ده سيبقوا يشوفوا بيقول لكم يا اخي نحن هنحكم دارفور وحنفصل دارفور وتيجي تحكم معانا وين؟ لازم هزموا. عشان كده عندكم موقف تاريخي سجلوه اقفوا ودافعوا عن نفسكم حرروا دارفور حقكم التي سميت باسمكم. دي رسالتي لكم وبارك الله فيكم وجزاك الله خير. واتصالاتنا كثيره وما عندنا وقت نتحدث فيه. والله رسالتنا دي بس زي ربنا يجورنا فيها عسى ولعل يجي واحد من الناس الدعم السريع الله يهديه يسمع كلامي. وبارك الله فيكم يا أخواننا المتابعون والمشاهدون ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وينصر المجاهدين في سبيله وينصر أخواننا في القوات المسلحة. والموقف اللي أنا بقوله ده والله كدارني في الميدان بشوفوني إن شاء الله لكن أنا بنصح في أخواني عسى ولعل أن الله يهديكم أو تسمعوا الكلام لأنه بجد بقدر لكم بأحترمكم رغم الغدر والخيانة اللي حصلت كلها أنا بخط لكم الاحترام لأن الملح والملح ما حاجة سهلة. عشان كده يا أخوي انسحبوا 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 دي رسالتي لكم. إذا ما دارين تسلموا للجيش وما دارين تمشوا انسحبوا وقفوا هناك ولا جيش هو إحنا عندنا شروط نقعد في الوطن أولاد بلد إنتوا عندكم سلاح نزع تعالوا نتفق نحن دارين واحد اثنين ثلاثة جيش كما تاكون يا بعد تاكسوا ده تسووا لكن ما تسمعوا كلام الصعاريق السياسيين وما عندكم قيادة ذات الآن رشيدة وكان أداء الحكم كيف تدور ما عندها ما إلا كان تجيكم إمارات يجيب لكم حكومة من برا ولا يجيب لكم دور غرب حكومة تحكمكم وشغل زي كاد واستعمار ده. فالحر حر فأنتوا أحرار كما ادعيتوا بالله خلوا الغبا والجهل ده شيلوا سلاحكم ده وقولوا القوات المسلحة احنا جاهزين جايين وده شروطنا واحد اثنين ثلاثة من أجل ما تنغزوا البلد. البنية التحتية اللي بتتدمر دي انتوا ما بتقدروا تبنوها لو بعتوا عرباتكم المسلحة دي كلها. فهمتوا؟ كلهم عرباتكم وسلاحكم اللي بعتوها ما بيقدر يبني لكم كوبري. انتوا البنية التحتية اللي بتدمروها دارين تحكموها دي انتوا بتدمروها الآن. بتبنوها من وين؟ أخوي عبد الله حسين أنت رجل عاقل أنا بعرفك. أنت الآن بتشاهد تسمع في كلامي ده. بتبنوها من وين؟ حميتي بيبني لكم ما قادر يصرف مرتبات الان الغزو جابه ده الغزو جابه حميتي استعان بده ما قادر يصرف مرتبات يبني لك مستشفى يبني لك كوبري يبني لك بنيه تحتيه. انتوا الان بتدمروا في البنيه التحتيه تبنوها من وين؟ ها اقتصادكم اللي تدمروا المصانع اللي تدمرت دي حتبنوها من وين؟ حتفتحوا تجيبوا شركات عشان تفرض قرارات وتسيطر فيكم وتستعمركم؟ دي عقولكم؟ ها والله لن تفسدني هذه العقول ولن اصع لهذا العقول. انتوا ناس اخواني الكلام ده نصحتكم بألف مره فتحوا عيونكم وافتحوا اذنكم واوعوا وشيلوا سلاحكم وسلموا. والله الجيش ما بينهزم والله وطالله الجيش السوداني لا ينهزم والجيش الان منتصر في كل معركه لكن الجيش ما محتاج لاعلام. انتم مصرين الجيش يعلم الجيش يعلم
ولا هي مجاية حتتدك في رسمكم نايمين كالواحد بدفنوه قبل ودان ما في دو دادة في بيت دو بس بب بب. عشان كده يا أخوي انسحبوا، عارفين محلاتكم، عارفين مصاغة راسكم، عارفين بيوتكم. يعني ما تقول الآن القوات المسلحة ليه ما ضربتني لحد الآن وليه ما أبادتني لحد الآن، لا لا، في وقت مناسب بيجي بتوريك شغل. إذا لو أبادتك ما العدو بيجي، فإحنا دارين العدو يجي عشان كل ما يجي ينقرض، كل ما يجي يموت أكبر كمية تندق من قريب. لكن لو أنا قتلتك عدو تاني ما بيجيني قريب، بيكلفني كيلو مترات عشان نمشي نحصله، عشان نمشي نطارده، عشان نمشي نغاومه. لكن لا، تعال قريب، تعالوا من دول الجوار كلكم حتموتوا. عشان كده نصيحتي لكم اوعوا وعقلوا وسلموا انفسكم لغات المسلح، وان لم تسلموا فانسحبوا، شوفوا لكم بلد. عسى ولعل ان الغات المسلحه سامحكم، الشعب السوداني سامحكم، لكن تاني ما تتكلموا باسم مواطن سوداني، لانه المواطن السوداني والله المواطن السوداني الان رفضكم رفضت 1000% من دارفور. حتى مواطنكم اللي في دارفور بشدة الآن بجبتوا له الغالي، أنتوا بقى زمان بيبيع له ثور وبيبيع له جمل بيعيش بشهر، الآن ببيع 10 تيران و10 جمال ما بأكلنه أسبوع، بسبب أنتوا دماركم للبلد، بسبب دماركم للاقتصاد، بسبب نهبكم وحرامكم اللي أكلتوه. الآن البنية التحتية دمرتوه، شنو ما دمرتوه أنتوا؟ أي شيء دمرتوه كله اتعكس على أهلكم، اتعكس على كردفان، اتعكس على دارفور، اتعكس على المواطنين الضعفاء. القرش اللي بتشيلوا الورق دي ورق ما عنده قيمه بسبب دماركم انتوا، بسبب العميل اللي بدكم لها من برا ده بيصنع لكم قرش مزور يجي لكم تشتروا بها، دمرت قرشكم وقعت في الوطن. مشيت وديته القرش دي كوري، وديته حدود تشات، وديته هذيك الدولار بدل كان المليار بيعمل 10000 دينار دي باليوم بيجي بيعمل 5000 دينار دي. دي كلها بسببكم انتوا، كلها تتعكس على اهلكم، كلها مهما نهبتوا مهما شلتوا حتتعكس عليكم وعلى اهلكم وعلى مستقبلكم. ما يغركم الدعم المزيف بيكم، بيدعموكم بالنار عشان تقتلوا بعضكم، عشان تبيدوا انفسكم. الجيش ما بتنتصروا عليه، الجيش ما بتغاوم، الجيش باله طويل. برهان ما قال لكم بحفر بالابره؟ قاتل لك زول بحفر بالابره. فالنصيحه دي غاليه، ما في ذول بنصح كلها. انا عارف ما فيكم ذول لا شرطايه لا عمده لا اداره اهليه، كلهم بيحمشوا فيكم، هاي امشوا هاتوا انتوا ابطال، انتوا تحكموا، انتوا تفعلوا، انتوا ارجل منكم ما في، والحكامات هاي يا فلان والبطل والاسد. هوي فيوغوا من الغفله والغبنه. انت تسمع لك كلام حكام بعدين يوم الغياب تشفع لك، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. ما في حكام تشفع لك يا اخوي، ولا في امك بتشفع عليك ولا ابوك، ولا في عمده ولا شرطايه. انت ليه بس تموت في الدنيا بنار وتلقى يوم القيامه نار؟ عشان كده دي رسالتنا لكم، وعشان كده نختصر هذا الامر. وانا ذاتي والله اليوم اطلت، والزمن ما زمن حديث، فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم اني بلغت فاشهد، وسجلوا هذا الرساله يا اخواننا في الميليشيات الدعم السريع. والله اذا لم تسمعوا كلامي ده وتسلموا او تنسحبوا والله تهلكوا هلاك، وانا تاني ما ندمان ولا اسفان، ولا بصلي على ذول ولا بدعي لذاته بالرحمه، مو طفطايس، لانه ما بتولى لي ناس بنفذ مشروع يهود ونصارى علمانيه، مدنيه دي شنو تعرفنا؟ مدنيه دي العلمانيه ضد الاسلام والمسلمين، انتوا الان بتقاتلوا في الله ورسوله، بتقاتلوا في الله وفي الرسول، تنفذوا مشروع علماني بحت، حركه شعبيه بغادي كفار بيقاتلوا ضد الاسلام، بتنفذوا مشروع في المدنيه او الديمقراطيه دي ذاتها ضد الاسلام والمسلمين. ديمقراطية عسكرية بتيجي من وين؟ في ديمقراطية الآن بتدمروا لها بنية تحتية، في ديمقراطية بتنهبوا لها حق مواطن، في ديمقراطية بترغبوا لها مواطن، في ديمقراطية بتيجي بالطريقة دي، قنقر، في ديمقراطية بقنقر؟ ها؟ أنتم مشكلتكم الديمقراطية ما عارفينها شنو؟ أنتم ما لكم علاقة بالإسلام أصلاً. عشان يكون بختصر حديثي والنصر القوات المسلحة، والقوات المسلحة مش النصر، هي انتصرت خلاص. انتصرت. أيها المواطنون أصبروا فضل الغليل. عشان تجوا داخلين منازلكم وراجعين بيتكم. الشياب، اما الشباب الحمد لله جو والان شالوا سلاحهم واقفين وبيقاتلوا من اجل حقوقهم. تحيه لكل المستنفرين، والتحيه لكل ابطال الوطن الغالي الذين الان ادركوا هذا الوعي والتفحوا لقواتهم المسلحه والان بيقاتلون في القوات المسلحه جنبا عن جنب من اجل عرضهم وارضهم وحقوقهم. فيا اخواننا انسحبوا انسحبوا. كبروا كبوا ورق. تعرفوا يعني كبوا ورق؟ انسحبوا خارج، والا لحقتوا وشكه، والا لحقتوا اشكوا بجرين بتعرفوها كويس. تحياتي لكم، السلام ورحمه الله وبركاته.